مرحبا، كيف كسلك بقدر يساهم باستمرار الحياة؟ بالحديث عن الحياة، ليش هو كم شخص كان عايش من بداية البشرية لهلأ؟ هل عن جد عدد الناس اللي عايشين هلأ أكثر من عدد كل الناس اللي كانوا عايشين من بداية البشرية؟ عالم الديموغرافي كارل هوب استلم الموضوع، عمل إحصائية عشان يقدر يخمن قديش ممكن يكون عدد البشر من بداية البشرية لهلأ. إذا بلشنا نحسب من 50,000 سنة قبل الميلاد، منلاقي إنه عدد الناس اللي عايشين هلأ على الأرض يعتبروا 6.5% من عدد البشر اللي كانوا عايشين من بداية البشرية. يعني قبل ما أنت تنولد كان في قبلك أكثر من 100 مليار ميلاد وموت. شو بصير فينا بس نموت؟ بلحظة توقف القلب عن النبض بيوقف توزيع الأكسجين للخلايا وأنسجة الجسم. حسب وضعية الجسم، الجاذبية بتخلي الدم يترسب بأماكن معينة، عشان هيك بتلاقي مناطق فاتحة ومناطق غامقة، وهذا اسمه بالور مورتيس أو شحوبة الموت. طول ما أنت عايش جسمك بيستهلك طاقة عشان يحافظ على درجة حرارة 37، بس تموت بتأخذ الانتروبي مجراها وبترفع أو بتنزل درجة حرارة الجسم حسب درجة حرارة الغرفة. مش أبرد، يعني إذا في جثة بالصحراء رح تكون أسخن، وهاي اسمها الغور مورتيس أو The Coldness of Death. السؤال القوي، من وين بيجي الدود؟ خلايا الجسم عم تموت، الأنسجة بتبلش تتعفن وبتفرز غازات زي الميثان وكبريتيد الهيدروجين، وهي تعتبر بيئة مشجعة إنها تجذب كائنات أشكال ألوان، وهذا شيء رائع، إعادة تدوير لآخر قطرة. الدود بالحقيقة مش دود، مرحلة من مراحل حياة الدبانة اسمها لاربا أو يرقة، زيها زي الفراشة، بس الدبانة بمرحلة اللاربا بتتغذى على اللحوم. So cute. تيجي الدبانة على الريحة، وكل دبانة بتبيض أكثر من 300 بيضة بفقسه بنفس اليوم. طبعاً ما بنقدر نحكي عن الموت أو الحياة بدون ما نجيب سيرة الديناميك الحرارية. القانون الثاني للثيرموداينامكس بحكي لك إنه بنظام مغلق الانتروبي أو العشوائية لازم تزيد. كل شيء بالكون رايح من بدايته باتجاه العشوائية وانخلاط الحليب مع الشاي، وإنه كل الأشياء اللي بالسيستم تتمركز مع بعض لبين ما نوصل لمرحلة التوازن الحراري أو الإكوليبريوم. حكيت عن هذا الموضوع أكثر بالتفصيل بفيديو الصفر المطلق والإنتروبي. كل هالعشوائية اللي بالكون وتيجي كائنات تخرق كل القوانين وتتشكل بنظام عالي جداً بكون عشوائي جداً. هل وجود الحياة بخرق القانون الثاني للثيرموداينامكس؟ آه؟ لا؟ صح، الانتروبي بنظام مغلق لازم تزيد، بس هذا ما بيعني انه كل اجزاء السيستم لازم تزيد فيها الانتروبي مع بعض طول الوقت. بعدين احنا ككائنات حيه مش بنظام معزول، لما نحكي عن الحياه ما فينا نتجاهل الشمس اللي هي مصدر اساسي إلها. عشان هيك لما بنطلع على الانتروبي اللي عم تقل بسبب تكون كائن حي مقابل الانتروبي اللي عم تزيد بسبب الاندماج النووي بالشمس، بنلاقي انه تكون الحياه يعتبر نقطه ببحر زياده الانتروبي بنظام الشمس ككل. فنظام الشمس الانتروبي فيه عم تزيد، وعم تزيد كتير. طب كيف يعني الاندماج النووي بزيد الانتروبي؟ لانه الاندماج النووي بجيب طاقه منظمه نوعا ما اللي هي الكتله بالذره، وبحولها لطاقه اقل تنظيما اللي هي الطاقه الحراريه اللي بتطلع من الشمس طول الوقت. بعدين انت ككائن حي عم تشارك بزياده الانتروبي حواليك بشكل كبير، عشان تعمل اي شيء محتاج طاقه. بتيجي بتاخذ هاي التفاحه منظمه بتاكلها وبتحولها لاشكال مختلفه من الطاقه عشان تقدر تتحرك وتمشي وتفكر وتسال اسئله. وزيادة الانتروبي يعني الاتجاه نحو التوازن الحراري أو الإكوليبريوم، والإكوليبريوم يعني نهاية الكون أو على الأقل نهاية الحياة. فإذا أنت كسول مش بضرورة يكون هذا إشي مش منيح، أنت عم تضحي في سبيل الحياة، أنت مضحي. فالمرة الجاي بس احكي لك أبوك قوم اتحرك يعمل لك شغلة بدل ما أنت قاعد على التليفون، احكي له أنت بتفكر إنه أنا هيك مبسوط؟ أنا بعمل هيك عشانكم، المفروض تشكروني، أنا لازم يعطوني جائزة على إنجازاتي من أجل الكون. إلا عاد إذا كنت أنت وأهلك عبارة عن أدمغة بولزمان سابحة في الفضاء، فالتوازن الحراري مفيد إلكم. فسواء أنت عايش أو ميت عم تشارك باستمرار رحلة الكون. الأكسجين والهيدروجين والكربون والعناصر التانية اللي عملتك موجودة بالكون أوريدي قبل ما أنت تيجي. لما أمك حبلت فيك ما أجيت أنت من العدم وتكونت وتشكلت، المواد اللي أوريدي موجودة بالكون تشكلت وعملتك، وبس تموت رح ترجع تتشكل وتعمل أشكال تانية من الطاقة. الموت إشي مؤلم على الأقل للناس اللي بتضل بعدنا، وما بنقدر نتهرب منه على الأقل حالياً. فيمكن فكرة حلوة لما نتذكر إنه إحنا موجودين من قبل ما نولد، ورح نضل موجودين بعد ما نموت. وحياتنا القصيرة هاي وفضولنا وتساؤلنا بنقدر نعتبره طريقة من طرق الكون بالتعرف على نفسه وفهم نفسه أكتر. هذا كان كل إشي اليوم. سلام.